والحمد لله ان ربنا انقذ مصر يوميها، ان ما انتهتش بده، لان ده كان يوم اسود فعلا. دي كانت برضو نهاية مأمولة من البعض، يوم السفارة الإسرائيلية وربنا أنقذ مصر، ولكن ربنا هيفضل واقف كتير. ربنا ليه سنة في الكون وبيقف بجوار من يبحثون بجد وبحق عن مستقبل أفضل. وقف مرة واثنين وثلاثة، ولكن رب العزة والجلال لا يقف مع المتخاذلين أو المتواطئين كثير. صحيح. إبراهيم هجرس بيقول: أنت تسأل والكمبيوتر يجيب، سألت الكمبيوتر قلت له لماذا يشعر أغلبية المصريين بأن ثورتهم ليست على المسار الصحيح، فأجابني الكمبيوتر ببساطة: شالوا ألدو جابوا شاهين، ألدو قال ما انتوش لاعبين. حد فاهم حاجة؟ احنا فاهمين كل حاجة. أخيرا، النهاردة المفوضية العامة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتتكلم عن ضرورة توفير حماية للأقلية القبطية. طبعا انا اكدت يعني على مستوى الشخصي، قلت ما عندناش اقليه قبطيه. انا ما بعتبرش نفسي اقليه. ترد عليه بايه؟ ترد عليهم بايه؟ انا ما بعتبرش نفسي كمسيحيه كاقليه في مصر. ولو انا اخذت، انا طبيبه نفسيه، وللاسف الشديد يعني لما بيبقى عددنا اقل، لو هنقول الاصل الاقليه مش بالعدد، لكن الاحساس نفسه النفسي بيخلي الواحد يعيش الاقليه. يعني انا اعيش دور الاقليه، اعيشه واستسلم له، واحس في يوم من الايام طب خلاص دي مش بلدي انا ماشي، دي مش بلدي انا عامل، لا دي بلدي، بلدي اللي انا اتولدت فيها، بلدي من الاف السنين، انا جزء من مصر. وعشان كده انا بقول لك جيش مصر مش جيش اسلامي، ده جيش مصر على انه يحمي المصري المسيحي والمصري المسلم. انا مش أقلية، وأنا كمسيحية أرفض أي تدخل خارجي في شؤوني، ولكن علشان أنا عاوزة أن كل حاجة تتلم من الداخل وتتحل من الداخل، يبقى أنا محتاجة أن كل القوة تلتف حواليا، ومحتاجة أن مصر تحتضني بجد. لأن أنا هقولك الحقيقة، أن كتير من المسيحيين بتوجعهم من الأغنية الوطنية ساعات، بتوجعهم من الإحساس طب فين أمي اللي حضناني، فين أخويا. الوطن ما هوش بيت، احنا بيوتنا مكسرة، شوارعنا مكسرة، المية ملوثة، مش ده الوطن. الوطن اخويا واخوك والناس اللي حواليا. فقدنا ده يبقى انا فقدت شعور الوطن. احساسي كمصر، احساسي كمصري قوي مسيحي مش هيجي غير في المسلم في ظهري، وده اللي احنا كمسيحيين بنطلبه، مش تدخل خارجي، مش تدخل خارجي. سالي توما، مش هسقل عليك اكتر من كده، تعزي مصر كلها لابناء مصر، ما عنديش اكتر من كده. وربنا يعدي الغمه ونلتقي ان شاء الله، واحنا معديين جسر الخطر ورايحين لمستقبل حلمنا بيه، ولا نتوقف عن الحلم اطلاقا، شاء من شاء وابى من ابى. لازم الثوره تستمر، واحنا لسه السكه طويله. سالي توما، بشكرك شكرا جزيلا. قبل ما اروح للناشط والكاتب الصحفي الاستاذ هاني لبيب والدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسيه والنائب البرلماني المعروف، تعالوا نشوف نقطه ايجابيه. المصريين بالخارج بيطلقوا مبادره للمشاركه في نهوض مصر. اليومين اللي فاتوا استضافت مصر ابنائها من العاملين بالخارج اللي عقدوا مؤتمر من اجل تحقيق التنميه الشامله، لكن أحداث ماسبيرو غطت على الأحداث. عشان كده محطة مصر بتقدم لحضراتكم إطلالة على هذا المؤتمر قبل ما نطلع للفاصل، مع تأكيد أننا ما زلنا مصرين على حق المصريين في الخارج في التصويت، وأن أي تهاون في إعطاء المصريين في الخارج هذا الحق هو تهاون في حق البلد نفسها.